هذا هو السجن القديم اللي في القصبة. السقف مقوس بحال القبة. صراحة أنا خفت ندخل ليه ما نكذبش عليكم، صراحة كي خلع هنايا شوفوا السلاسل باش كانوا كيربطوا يعني السجناء، هانتوما شفتوا حتى الهضرة الفات ليا، لأنه صراحة ما كان مخيف. هذا الباب هنا هما، هنا شوفوا فاش كانوا السجناء كيكتبوا هنا. ربي السلامة، هنايا فاش كانوا كيهبطوا السجناء. هادو هادو فاش كانوا كيربطوهم هنا، شتو كيربطوهم هنا برجليهم. عرفتو جاب لي الله هاد السجن بحال هداك الفيلم ديال سيدنا يوسف، بحال هكداك. مكان مخيف صراحة. هي مدينة الشاون كتبان تما عند الجبال، تنطلع للفوق. هذا البرج البرتغالي ها هو، شفتوه؟ هذا الدروج هذا الداخل ديال البرج البرتغالي. مولاي علي بن راشد الأمين المؤسس لقصبة شفشاون بن رشيد. لا هي مدينة الشاون. Thank you.
هي مدينة فشاون من الفوق. واحد الضفرة في داك السطح واش راه الزربية ها هي القصبة من الفوق من البرج البرتغالي طلعنا الفوق ها هو راه هي الشفشاون شفشاون ها هي مدينة شفشاون صراحة رائعة صراحة الشمال فيه ما يتشاف كاينين المناظر الانسان غير يسول يعني ماشي بالضرورة الانسان ياخذ يعني مرشد سياحي ولا انه يمشي مع مع سميتو بالعكس الناس الله يعمرها دار الناس ديال الشام الله يعمرها دار يعني اللي سولتي عليهم كيوريوك كيعرفوك برانية من خلطة كيوريوك كينعتولك يعني الصراحة تلاقينا مع الناس الله يعمرها دار وكرينا عند الناس الله يعمرها دار الصراحة حتى هنا في الشاون كرينا عند الناس مزيانين الله يعمرها دار وكيساعدوك كيبقاو متابعينك في التليفون كيوريوك فين تمشي يعني ما شاء الله